هذا في جامع الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما بين الله جل وعلا شدة عناد أهل الكفر وأهل الشرك قال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، وهذا فيه زيادة بيان لشدة عنادهم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، الكفار طالبوا بالمعجزات وقد أتتهم جملة من المعجزات وأعظمها القرآن كما قال الشيخ الدكتور محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، قال: ومن أعظم المعجزات الإسراء والمعراج. ومن المعجزات أيضا التي رأوها وأتتهم انشقاق القمر. وهكذا جملة من ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم يؤمنوا وأقسموا قسما مؤكدا، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. فبين الله تعالى أن هؤلاء لا يؤمنون ولو جاءت الآيات الواضحة كهذه التي ذكرت المعجزات، ويكفي القرآن يكفي، وأن الله تحداهم أن يأتوا بسورة فعجزوا. ومع ذلك قال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة. قال ابن كثير: ولو أننا نزلنا على هؤلاء الكفار والمعاندين الملائكة فكلمتهم بأن الله أوحى إليهم وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ورأوا الملائكة عيانا فإنهم لا يؤمنون. شوف الناس دي. اثنين: وكلمهم الموتى. قال ابن كثير: بعث الله الموتى من قبورهم فقالوا للناس: قد رأينا الموت ورأينا ملائكة الموت ورأينا الآخرة ورأينا ما في القبور وهذا كله حق، فإن الناس لا يؤمنون. قال لك أهل الذات وأبهات لو قاموا من قبور قالوا: يا جماعة نحن والله كنا كذا، لكن والله شفنا أي شيء بعين، أي شيء شفنا بعين،
فعلا في ملائكه بتقبض الروح، وفعلا في اسئله في القبر، وفعلا في اخره، والكلام ده حق، والجاكم به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ده حق. بعد ده قال في عناد شد من ده. دي اثنين. ثلاثه، وحشرنا عليهم كل شيء، جمع الله كل شيء وحشره وبعثه وهكذا، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. قبلا قال السعدي رحمه الله اي معاينه مشاهده امامهم. وفي تفسير البغوي قبلا لها معاني، منها المعاينه والمشاهده، ومنها قبيله قبيله. ومن التفاسير ايضا اذا رجعت الى تفسير البغوي وتفسير ابن كثير، لو ان الله حشر الناس والامم السابقه فراوهم امه امه، فراوا هذه الامم امه امه فراوها، فان الناس فان هؤلاء لا يؤمنون. قال تعالى: ما كانوا ليؤمنوا لو نزلت عليهم الملائكه ورأوها ما آمنوا، ولو كلمهم الموتى فقاموا من قبورهم وقالوا لهم رأينا هذا حقا ما آمنوا، ولو حشر الله لهم الناس وحشر لهم البهائم وحشر لهم المخلوقات، حشر لهم كل شيء قبلا، ما كانوا ليؤمنوا. معناه ده انتهى العناد، معناه ده كفر أطبق على القلب وختم على هذا القلب، فصار أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يقبل معروفا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هوى. معناه ده منتهى الموت للقلوب، ده قلوب مبحث. عشان كذا اهل النار بعد تقوم القيامه يموتوا، يشوفوا الملائكه نزل عليهم ويخشوا القبور يتعذبوا، ويجي يوم القيامه يشوفوا الموازين وتطاير الصحف ونزول الملائكة، ويشوفوا النار ويخشوا جوا النار ويكوركوا ويبكوا جوا النار، مش بيصرخوا. الله قال كذا في القرآن: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. بعد ده كله الله قال: ولو ردوا، في الآية الأخرى ولو ردوا، في نفس السورة هنا في الأنعام وتلك في سورة فاطر، قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. بعد يخشوا جهنم ثاني لو جو الدنيا، بيرجعوا ثاني يكفروا ويعادوا الانبياء ويخالفوا دين الله سبحانه وتعالى. البشر ديل، عشان كذا انت كداعيه الايات دي بتستفيد منها فوائد. الفائده الاولى سعه علم الله تعالى، ان الله بكل شيء عليم، وأنه يعلم بالأشياء قبل حدوثها، فإن هؤلاء لو جاءتهم كل آية يعلم الله تعالى أن الآيات ولو نزلت عليهم فإنهم لا يؤمنون. الأمر الثاني فائدة للدعاة إلى الله تعالى أن يبلغوا. قال النووي رحمه الله تعالى: حرص بعض أهل العلم، حرص بعض أهل العلم وشدة مراعاة المصالح والمفاسد حتى يتوسع صاحب هذا الأمر، قال هذا يضر ولا ينفع. بعض الناس يتوسع في تقدير المصالح والمفاسد، لا لا، وقد الناس ينفروا وقد ينفروا وقد لما يضيع كثير من أحكام الشريعة الإسلامية بحجة مراعاة المصالح والمفاسد، مراعاة المصالح والمفاسد. وما انتشر الجهل والشرك والبدع والضلالات بين الناس إلا لهذه الأمور ولغيرها، لأنه في دعاة بتاع الشرك شغالين، ودعاة الحق بيقولوا نقدر مصالح ومفاسد، نقدر مصالح ومفاسد، وهم مرات بيقدروها صح لكن مرات بيتوسعوا فيها، وفي النهاية يقعد يميع دين الله سبحانه وتعالى، ويماشي أهل البدع ويماشي أهل الضلال، ويفتح لهم مجال يتكلموا وكذا إلى آخره،
وما يرد عليهم الرد الشافي الكافي. يقول لك يا أخي الناس ما بيزعلوا يا أخي، ولك الغرية دي كلها قبيلة واحدة يا أخي، الغرية دي قبيلة واحدة يا أخي، تكلم لهم في التوحيد بعد شوية بتشقوا بيبقوا اثنين أولاد العم بالشكل يا مولانا. الدين ده ما دين فتنة يا أخي، ما تسوي الفتن بين الناس. الفتن الله واحد، إذا الله واحد فتنة خلوني تفتفت وجد، إذا الله واحد فتنة خلوني تفتنوا وتفتفت وجد نفر نفر. إذا الله واحد سبحانه وتعالى، الله واحد دي بتسوي فتنة، ليه تسوي فتنة؟ الناس ما يوحدوا، ما هو ده اللي بيجمع الناس، مش بيجمع الشرك، الشرك بيفرق ما بيجمع، الشرك بيجعل الناس ديل متعلقين في الختم بينادوه الشدايد، وديلك متعلقين في القادر بينادوه الشدايد، وديل متعلقين في التجاني بينادوه الشدايد، وديل متعلقين في السماني بينادوه الشدايد. هسي ديل ما تفرقوا في العقيدة، تفرقوا ده عقيدته في فلان السماني أحمد طيب البشير، وداك عقيدته في أحمد التجاني، وداك عقيدته في محمد عثمان المرغني الختمي، وده عقيدته في محمد عبد البرهاني البرهاني. أها تفرقوا ولا ما تفرقوا؟ بيجي زول التوحيد بيلمهم، ده بتاع الختمية تعال نادي الله براو، أها ده بتاع الختمية جاك، وبتاع التجانية تعال نادي الله براو، بتاع القادرية نادي الله براو، وبتاع السمانية نادي الله براو. تلموا ولا ما تلموا؟ أها بلموا، تلموا التوحيد هو اللي بيلم مش هو اللي بيفرق. لكن لأنه الشرك كتر، الدعاة ثابتين، واحد بده منبر 10 سنة، واحد من الحزبيين قال في واحد قاعد في جامعة 10 سنوات من ناس هناك، قال 10 سنوات قاعد لا سوى شكله مع التجانية ولا التجانية سوى مع 10. تمام، قبل الأسبوع الفات ده، الأسبوع الفات ده ماشينا منطقة بعد مدني، واحد قال 30 سنة قاعد مع الصوفية، 30 سنة، والصوفية بشكروه ويثنوا عليه، تا توحيد مقبول، تا توحيد كده مقبول، وديلك شغالين فوق نوبات تتل بدع. رسول ما دق نوبة، ما بتقدر تتخيل الرسول بيرقص، تقدر خيال ساي تتخيل يا الرسول صلى الله عليه وسلم بيرقص ويلف كراع واحد؟ تقدر؟ ما بتقدر، ما بتقدر. ولا بتتخيل الصحابة مريلين ومفلفلين وشايلين باريك، كان نصر ده وضيعهم ما كان انتصروا والله على يعني واحد من المشركين، كان ده وضع الصحابة. ديك ناس محترمين، ناس نظيفين، ناس مؤدبين، ناس دين، ناس أسود في مشيتهم في الواطن، ناس أسود وناس ناس على المنهج القويم، وديل أهل المنهج ذاته صحابة رضي الله عنهم. زي تقول يا أخي الآن الدين قسموه وفرقوه وجماعات وعناد، ما دار يقبلوا الحق أبدا. واحد يقول لك بناديهم، تدي في الآيات يقول لك بناديهم في كل قضية، بناديهم أهل السلسلة بناديهم، ما فيهم إلا بناديهم، حيين بناديهم، ميتين بناديهم. في عناد شد من ده؟ ده ما زول معاند، يقول لك دعني أصاحب سادتي وأماشي دوما على رغم الحسود الواشي. كذي بس، أنا كذي معاهم بس، قبل فوق نادي أهل الزوق. وينون أهل الزوق؟ فوق قاعدين وين؟ في الطابق الكم؟ فوق وين؟ نازل قاعدين وين أهل الزوق؟ قال لا، قبل فوق نادي أهل الزوق، قبل تحت نادي بمسك، قبل يمين نادي الصالحين، قبل شمال نادي الهمام، قبل وراء نادي بشرع. معقولة؟ تنادي الله 200 وداك كاتب في الحافلة يبشام وراء وقدام، وديل في التلفزيون جايبين ناس مستضيفينهم في التلفزيون بتاع السودان، دي تلفزيون هذا السودان في قنوات هنا كذي. قال أنا جدي إن قال لشيء كن فيكون، والله قال الدليل لهم ما يشاءون فيها، ديك في الجنة يا مسكين، وفي الجنة ذاته ما بتقول كن فيكون، لهم ما يشاءون ما يطلبون يعني. ده تفسير الآية كده. قال لا لا لا،
جدك كل شيء كن فيكون، وكن جدك بيقول لك شيء كن فيكون. نحن هم زعلينك، بس نحن مع الليل نهار قاعدين نتكلم فيك، وبالحق كلامنا فيك ما قطيعة ولا غيبة، وده والله فيه أجر لأنك أنت ذو الضلال. وهسي بيجيك البيان ده تؤجر عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم في ناس، دي جهالات بتاعت عامة الناس، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيتكلم في الناس، يقول لك أنتم ما تبقوا زي النبي صلى الله عليه وسلم. كان بيقول ما بال أقوام، ما بال أقوام. قال لهم ما بال أقوام، دي الناس كويسين اجتهدوا كذي، صحابة اجتهدوا وخلاف السنة، الرسول رجعوا للسنة، قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. لكن شوف أهل الضلال الرسول بيعاملهم كيف. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح البخاري وفي غيره، أن رجلا اسمه حرقوس ابن زهير، ويقال زهير ابن حرقوس، ويقال له ذو الخويصرة، ويقال هو ذو الخويصرة التميمي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل يا محمد، فوالله ما هذه قسمة أريد بها وجه الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك، ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ويحك إن لم أعدل فمن يعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وش ده قدامه كده قال له ويحك. قال الصحابي فلما تولى الرجل، تولى ده قاعد ولا مشى؟ مش مشى، أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، معناه مين يتكلم في وشه، وهسي دار يتكلم في ظهره بعد مشى، لما يقول لك ما تتكلم في الزول ما في. قال أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يخرج من ضئضي هذا قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون بقول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن غضا طريا كما أنزل، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. معناه بصلوا ولا مو بصلوا؟ عشان ما يقول لك ده ما كان من المشركين، لا ده بصلي عديل، وفي وصفه غائر العينين منتفخ الأوداج، ذو الغضبان لما أوداج منتفخ بين عينيه كركب المعز، شدة ما بيسجد كثير لما بين عيونه كركب المعز. شفت كيف؟ ده بيصلي ولا ما بيصلي؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة تحقرون صلاتكم مع صلاتي. قال لي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، قال لهم لو شفتوا ديل أهل الضلال ديل بيصلوا إنتوا صلاتكم دي تشوفوها ولا أي شيء. شدة ما بيصلوا الناس، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم. قل لك ديلها القرآن، ما قال لك وقراءتكم مع قراءتهم. قال للصحابة إنتم ما بتقروا القرآن صح؟ أي وبتقروه كثير بتجادوا فيه؟ أي ديل لو شفتهم بيقروا القرآن بتشوفوا نفسكم ولا بتقروا ذاته؟ ديل ما ناس على العبادة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ذمهم ولو بين إنه ديل ناس سفهاء، قال سفهاء الأحلام. تكلم تقول لي ما تتكلم في فلان وعلان من الناس، ونزل صورة كاملة اسمها صورة الناس، صورة عديل اسمها صورة الناس، القرآن ده كله ملام بالناس وجاي يعالج مشاكل الناس كله من أول لآخر. ومن الناس من يقول، ومن الناس من يعجبك، ومن الناس من يتخذ، ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس ومن الناس، وصورة عديل. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، في نهاية تحذر من الناس ذلك. والله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة شنو؟ والناس في ناس تقول أعوذ بالله منهم، ده قرآن قال لك وجار وناس مجرمين وأهل ضلال وما دايرين الحق، قلوب دي سوداء مظلمة والله الذي لا إله غيره. قالوا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، فيشاء الله تعالى أن يهتدي فلان وأن يضل فلان، يهتدي فلان برحمة الله سبحانه وتعالى وبفضله
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ويضل فلان بحكمة الله وعدله. وأوعد قول أنا الله عملت وأنا عملت فعلت وفعلت. الله قال ولا تمنن تستكثر. أنت بتمين على منك مين على الله سبحانه وتعالى. أبو طالب بدافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام 43 48 سنة. أنت في النهاية خش جهنم بتشوشو فيها لأنه أبى التوحيد. أبى التوحيد أبى في النهاية. قال على ملة عبد المطلب اللي يمشي يشوف الحافظ يتشوشو لما نعرف هذا. تقعد تباري الأهل وتباري القبائل وتباري. الله قال لك فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الأهل. قال فردوه إلى القبيلة. قال فردوه إلى أهل المنطقة. ولا قال فردوه إلى إلى الله والرسول. أرجع على الحق يا زول بتموت بتموت والله ما تلقى زول معاك خير لك الحق. قال ولكن أكثرهم يجهلون. الأكثرية من البشر جهلا والله يجهل. أكثر الخلق جهل في جهل جهل مطبق. ومرات تلقاهم علماء في الدنيا في الهندسة تلقاهم مكملة في الطب لكن في الدين تلقاهم جهلون جهلون ما فاهم أي شيء والله يعني. ده دكتور لو جاء مصبوغ ما يعرف يتم الصلاة كده يتم جهرا ولا سرا ما عارف. تلقاهم جهلون ما فاهم أي شيء لك يعني الموضوع ده كيف يعني وها وبكون كيف يعني. ودكتور فلان قال فيه كده دكاترة مجار مسائل والله من رحم الله تعالى مو واحدين كويسين كن غالبية مجارمة مجارمة مسلطين سلطوا على الرأي العام وعلى التلفزيون وعلى الرادي وعلى كذي غرفات وغيرها. درسونا هذيك في جامعة المدرسة الإسلامية كمية منهم والله الناجح فيهم النفرين ولا ثلاثة. والله أنا درست 4 سنوات من أولى لي نهاية الجامعة أن اللاقوني ناجحين والله 2 بس واحد في ثاني جامعة واحد في رابعة بس دين ناجحين وناس توحيد وكذا إلى آخره ومحترمين وعندهم تواضع وناس توحيد بيتكلموا. أما الباقيين هم أصول طوالي البحر بالردمية طوالي ناس ما نافعين ما بتاع خرافات يخبروا في سير بيجيبوا في التلفزيون بروا في سير بيجيبوا في الراد عفوا في الراد درسنا في الراد بيجيبوا. قال يجيك حمار باللفظة دي كده. قال يجيك حمار يقول لك الله في السماء. قالوا لي يا بروفيسير اسمه قمر الدولة درسنا. قال يا بروفيسير كيف تقول يجيك حمار يقول الله في السماء. قال قال الله في السماء ده عبد الله بن عباس ودعم الرسول عليه الصلاة والسلام. انت راجل قال هذا كلام بتاع حمير زاي يا زول ده صحابي يا زول انت ذاته دكتور تقعد تقول للناس حمار وحمار وبروف وكذا. في النهايه طردوه شالوه برا ماشي الجماعه تكلموا الله يجزيهم خير طردوه شالوه برا. وتناقش اي واحد فيهم يرجف ما دكاتره يرجف شهادات زاي بس ما انت قايل للدكتور شنو نمشي نكتب له بحث كله شايله من النت. انت قايله شايله من قرعوب وده من راسه كله من النت والله. ويمشي يترمي هناك في مكتبة من درمان. أنا دخلتها هناك شفتها مكتبة في جامع استاذ الهلال بيخشوها كله 2 و4 بيمشي يلقط الكتب يكتب البحث والمرجع تحت والطبعة ويكتب شكر وعرفان في البداية وإهداء 5 صفحات صفحة فيها بسم الله الرحمن الرحيم وصفحة فيها الإهداء وصفحة فيها كذا ومناهج البحث الفهرس وغيره وغيره ومناهج البحث إرائية بس بيمشي مقدمة بيناقشوه 3 ده أعطل من ده يتنافسون في العطالة وفي السفالة شفتها. وأحيانا يفوز هذا وأحيانا يفوز ذاك شو اللي بتاعت عطالة بتلمه في النهاية بدو دكتور فلان ديك وتور التور أرضا والديك رأسا شفتها. ولا يدوها لهم بيجي تاني يتفسح بيك انت
يا جماعة نقدم الدكتور فلان بينصب الفاعل وبيرفع المفعول به ويكسر التمييز يا زول يجر التمييز وعن بتبقى أداة نصب بدل أداة جر ولن بتبقى أداة جر بدل أداة نصب واللغة العربية دي شفتها يبقيها ركشة شفتها ولا عقيدة يفرتق لك عقدة عقدة والله الذي لا إله غيره والفقه يلخبط لك مرة واحدة وده دكتور ده الوضع في البلد والله ما تشوف أكثر من كده ولا بوردت لك كثير لكن ده الوضع لازم تعرفه وتقوله للناس تبين لهم الحق ما يغتر زايك وكذا إلى آخره بلد مشحونة دكاترة لكن وين دعاة التوحيد أسألك بالله من الله خلقك للليل حصل يوم في التلفزيون لقيت زول شغال كشف كذي توحيد كذي ويردون في البرع وكاشف كباش صايدين وأهل الضلال والانحراف لاقتك في التلفزيون ها من الله خلق لاقتك في الراديو لاقتك جاتك رسالة بالغلط فيها ردم للبرع بالغلط رسالة كذي جاتك رقم طايش ذاك يا بلد دي سكوت سكوت لما مبالغة وفجور شغال ومعاصي شغالة شرك شغال وبدع شغالة والناس دارة تسكت ما عارف ذاته ده عضلاته ما بتفتر ليه دار يسكتوه اللسان وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ما من نبي إلا وله عدو قال البغوي هذه الآية فيها مواساة واستئناس للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يحزن من شدة الأعداء فإن من قبله ابتلي بهؤلاء الأعداء أطل ما تحزن ولو داير دعوة من غير عدو كذاب داير دعوة كذي الشارع ذكي تحترمك أنت زول منافق قال الشيخ الجامي إذا رأيت الرجل يحبه كل الناس مع اختلاف عقائدهم ومناهجهم فاعلم فإنه منافق ده مداهن منافق مرائي زول التوحيد يحبه لأنه قدام ناس التوحيد بيعمل فيها ابن تيمية نحسبه توحيد وزول الشرك بيحبه بيعمل فيها البرعي بغالب يا هو شغال كده جاب واحد من قادات الإخوان المسلمين اسمه زهير ساكن هنا في العزبة جابوه في التلفزيون بيتكلم أنا حضرته في بعض المناطق حضرته والله لقيت المقطع بتاعه وأسي موجود في اليوتيوب المقطع معاه بيت قاعدة بيت شابة متبرجة تبرج ما يعلم به إلا الله تعالى شفتها وقاعدة معاه وهذا الدكتور ده دكتور قال زول دين قال في أخو مسلم زول دين من الله خلقك لا قال أخو مسلم زول دين ها ولا تعلم زول أي أخو مسلم البعشة مظاهرة في وش بعشون بعشون ثعلب ثعلب والله أنا صادق في الكلام وما تقول لي ما تشبههم بالحيوانات القرآن ده كله ملام تشبيه بالحيوانات إنهم إلا كالأنعام كله موجود فمثله كمثل الكلب بس كله موجود عرفت كلامي هالبعشوم ده جابوه في التلفزيون قال له ها دكتور وكذا إلى آخره وهنجا جابوا لي الجماعات قال والله الزول يكون مرن يكون مرن معاهم جد مرن أنا داعي ولا ياي أنت مستقبل مرن بتاع شنو قال له أها الدعوة كيف قال والله أنا بيعجبني الدكتور محمد الأمين إسماعيل لأنه زميل وأخو مسلم زيه مجرم زيه عرفت كلامي قال والله حتى واحدة من البنات قالت لي يا دكتور زهير عليك الله بس أمانة وصينا لي قال لقيت دكتور محمد الأمين إسماعيل قل لي أنا دايرة يتزوجني البيت المتبرجة شاغلته قالت له يا دكتور كذي ما جبت للدكتور ده مشكلة في بيته مركم التزمة قال لا والله يا أمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأنا وصلت عليه وأنا أسي شخصيا قال لا دكتور زهير ده جنبي جوامع وبخطب في جامع بلقى أنصار السنة طبعا ذاك الوقت ذاك وقبليه زمان كانوا يتكلموا بالتوحيد ولقيت ذاك ذاته بأنه اللخبطات كذي وبدري كانوا توحيد لكن انشغل أجاضت بعد ذاك قال بلقى جامع أنصار السنة بخش يتكلموا في التوحيد العقيدة بتملي عقيدة توحيد تمام بمرق بلقى جامع الصوفية
بعد امر من انصار السنه بلقى جامع الصوفيه عشان تعرف ذاته قال اردمونه وحذروا ذيل المهم من مواجهات على الجنة. قال بلقى جامع الصوفيه بينقذوا نوبات شغالين يدقدقوا تل 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 بتلفت كمال لقيت ابو دقن قاعد بنطط معاهم ذاته ده ماني فاغتي ها رابط سلكه بجاي وسلكه بجاي لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء كما قال الله تعالى والله يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم ويقولون طاعه فاذا برزوا من عندك بيت طائفه منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم زول زي ده مجرم زي ده مستهبل ده رابط بجاي وبجاي خليك واضح والله الذي لا اله غيره قبل اسبوع ولا اسبوعين اخواننا في الرباع تكلموا في التوحيد في صوفيه هذه واحد شعره مفلفل شعره لما قريب كتفه كلموه اخوان شفته اسمه علي كيف حكى لي قال لي ذاك مفلفل شعره شاب رمتالي جا مسك الميكروفون بتاع اخواني قال له نوي الصوفيه قال عن عن شعر صوفي معانا قال لهم انا رمتالي زاي ما صوفي انتوا كعابين العب مني انا انتوا اخيرا انا رمتالي زاي انتوا صوفيه مشركين دعاة شرك اوه يتكلم فيهم كده حكى لهم ممكن فينا بيجوا سب ذاته على الاسلام وسب على المنهج وناس نسال الله العافيه فاي نبي من الانبياء عنده اعداء واتباع الانبياء لهم نصيب من هذه العداوه بقدر تمسكهم بمنهج الانبياء مما تلقى محل ما تمشي يشاكلوك ويضاربوك ويطردوك ويحاولوا دارين يذلوك وما بيقدروا يذلوك لكن والله عارف انك على خير والله محل ما تمشي تلقى الناس دي واقفه في وشك وانت بتتكلم في التوحيد وتردم في اهل الشرك اعرف انك انت على خير لكن تبقى سايطه دير راضين منك ودير راضين منك ده منهج الاخوان المسلمين والشعب ده شعب مسكين الا من رحم الله شعب السودان شعب مسكين ولكن احنا ضد الكيزان وبنكره الكيزان هم واقعين في منهج الكيزان ليه يرضينهم انت بتكره الكيزان عشان شالوا قروشك بس ما بتكره الكيزان لله سبحانه وتعالى ولا سمعنا ذول قال انا والله بكره الكيزان دي لانه ضيعوا الدين ما سمع اذاننا دي ما خشتها من ناس المظاهرات ديل وغيره تكره الكيزان ليه الله يشالوا المناصب تكرهون ليه اكلوا قروشنا بتكرهون ليه قتلوا الناس بتكرهون ليه قاعدين 30 سنه بس دي كراهيه اللي نربع 30 قروش منصب قتلوا الناس بس لا قاعد زول بيتكلم من الكيزان غير كذب ها لا قاعد زول قال الكيزان ضيعوا العقيده جابوا البدع في المساجد منعوا المتحدثين يتحدثوا بالتوحيد عادوا اهل التوحيد رموهم في السجون عذبون تعبون لا قاعد كلام زي ده ما في مشاكلهم جد مشاكل بطنيه بس بطن بس اكل بس مشاكل بتاع البهايم والله وانا كلامي حار اصلا برخيم كده ليه؟ كده مر كده دي لانه انا عارف بكره بعد بكره الليله بموت في حادث بموت في اي محل قد ما بعلم الخير لكن عارف انه بموت في اي لحظه اخيرا اقول لك الكلام ده تكرهني لما تلاقي ربنا هناك متحاسب هناك يتلاقى قدام تشوف الزعلان من الثاني سببه شنو بتتلولو ليه يا اخي دي جنه بتتلولو ليه وتلولو فيها وتنافق تمشي ليدين امشي للصوفي يقول لي انا بكرهك وبكره شكلك اذا شفته جات كذي دي بكرهك كذي لانك زول شرك وزول بدع وزول بتاع خرافات ومليت البلد دي دلاقين ومليتها قبب ومليتها مصايب واللي ببغضك في الله قلت لا يا مولانا يا ابن اذا يعني نحن المفروض يكون تتوحد اللحمه واللحمه بيجيب لك بالفتح وبالضم اللحمه واللحمه لا بد لحمتنا سوا لا لا لحمتك بتاعت خنزير ودي ضان اصلي ما بيتلمس ضن ضن ضانك ما بيتلمس انت زول داعية شرك زول قلبك ده ملان شرك وبدع وبلاوي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن قال البغوي الشيطان هو المتمرد العادي من الانس او من الجن المتمرد العادي يسمى شيطانا
وأصلا مادة الشيطان في لغة العرب من الشطن، وهو البعد، وهو البعد. يقال هذه بئر شاطنة، أي بعيدة القعر. فالزول الببالغ في الشر وبجيب أشياء ما عند أخوانه ده بسموه شيطان. وعند ابن القيم كما ذكر في غاثة اللهفان أن عائشة في ذم الغناء والرقص، أن عائشة رضي الله عنها رأت رجلا يرقص والغناء، يسمع الغناء، يستمع الغناء ويرقص بعنقه. تعالى الرقبة دي أنا ما بعرف أقلدها، لكن قديمة بتاعت الصوفية دي، بتاعت الرقبة دي وبتاعت العطالة السفة الأمتالة قديمة. رأت رجلا يرقص بعنقه ويحرك رأسه، فقالت شيطان شيطان. زول عديد دي عائشة، الردم ده من فوق، عرفت كلامي؟ دي عائشة رضي الله عنها، عائشة عرفت الكلام؟ قالت شيطان. كان شافت درويش تسوي شنو؟ هذه عائشة لو شافت الضعيف تقول شنو؟ ها؟ لو شافت ده البزغر ده تقول له شنو؟ إذا كان ده بس رقبته راسه. قالت شيطان شيطان، رأيك شنو أنت؟ قال رجل لابن عمر إني أحبك في الله، قال وإني أبغضك في الله. قال ولماذا يا ابن عمر؟ قال تلحن في الأذان. ده قول مجدول جناح قول بيأذن. قال لي أبغضك في الله ليه؟ قاعد تغلط في الأذان، قاعد تغلط والي، أنت بتغلط في الأذان. ده زول مش ما بصلي، بصلي في الجار ومؤذن، بيغلط في الاذان. ما صوفي ده في الحد ده، في الاذان ده ما صوفي. والله الصحابه دين لو شافوا ناسنا دين كان ابغضونا نحن اول، كان بدوا بينا نحن اول شيء. قال لنا نحن نبغضكم انتوا لانه انتوا شغلكم نيل، ما قاعدين تردمون طوالي بس ردمكم لهم بالصبح بس. كان ابغضونا نحن اول، اتمشوا للجماعه ردمونا الباقيين. والله ديرك ما بياكل ايش مع درة عمر بن الخطاب. قال عمر الخطاب درته دي الخنزير الينادي خيزرانة بتاعته دي تكون قاعدة والخنجر لافي يا زول تلعب ولا شو؟ الله كان مرقد بي علمه، لكن نسأل الله التوفيق. قالوا كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، كما أن للجن شياطين وكذلك للإنس. وهذا تفسير مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى، قال من الإنس شياطين كما أن من الجن شياطين. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يوحي يلقي، يلقي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، الزخرف المزين المموه، غرورا باطلا، ولو شاء ربك ما فعلوه، ما فعلوا هذا الزخرف وهذا الغرور إلى آخره. فذرهم أي فاتركهم وما يفترون افتراء الكذب والاختلاف إلى آخره. ودوعيه دوعيه لدعاة الباطل ولأعداء الأنبياء. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخر، ولتصغى أي ولتميل، ولتميل. في ناس يسمعوا لأهل الباطل يمشي يقعد يسمعوا لهم، يقول لك نسمع بعجال ونسمع بعجال. هذول ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذون شنو دينكم. تقالوا ليه؟ ولتصغى اليه افئده قلوب الافئده، ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره، وليرضوه رضا، وليقترفوا ما هم مقترفون، اي وليكتسبوا ما هم مكتسبون. وليقترفوا وليكتسبوا ما هم مقتربون أي مكتسبون. أفغير الله أبتغي حكما، أبتغي أطلب، كيف أطلب حكما غير الله تعالى؟ وهو الذي أنزل إليكم يا أمة الإسلام الكتاب مفصلا، وهو القرآن مفصلا مبينا، والذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى كما في تفسير البغوي. يعلم والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، يعلمون أن هذا القرآن حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق.
فلا تكونن من الممترين. قال البغوي أي من الشاكين، ما تبقى من أهل الامتراء والريب والشك. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. لا مبدل لكلماته، لا مغير لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا راد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. وهو السميع العليم، وهو السميع بكل المسموعات، العليم بكل المعلومات. وإن تطع أكثر من في الأرض، ده طبعا ناس الانتخابات، يقول لك معقولة يا أخي الناس الكتار دي يكونوا على باطل ولا وانتوا شوية كده تكونوا على حق؟ فهي قال لك وإن تطع أكثر من في الأرض، ما هو الكثرة والقلة ما مقياس للحق والباطل، المقياس الدليل والبرهان والحجة والرجوع إلى الكتاب والسنة. وإن تطع أكثر من في الأرض، أكثر على وزن أفعل، وده منتهى، ده خلاص ده المنتهى، يعني دي صيغة مبالغ. وإن تطع أكثر من في الأرض، الأكثرية على ضلال. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولو انت حريص إنه الناس دي إنه يهتدوا، ما بيهتدوا، ما تدعم ذلك الله. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يبقى الأكثرية على ضلال. إن يتبعون إلا الظن، ما عندهم براهين، حجج واضحة متيقن بها ومنها، وإنما يظنون. وإن هم إلا يخرصون، يخرصون يكذبون. وإن هم إلا يخرصون، قال البغوي يكذبون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين، وهو أعلم بأهل الهداية، وهو أعلم بأهل الضلال، وأعلم بمن يستحق الضلال ومن يستحق الهداية. أنا قايل نجيب هنا الآية دي، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، لنترك مع الآيات التي بعدها إن شاء الله، يا مد الله في الأجال وفق، نأتي ونذكرها في موضعها ونعلق عليها في موضعها، ليكون الكلام كاملا. هذا رسول الله.